السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الحياة أسهل مع حياة. اليوم فيديو مختلف شوية، نهضروا على مشترياتي. غيكون تقضية ديال سلو بالنسبة للأخوات المبتدئات لي الله يكون أول رمضان ليهم في ديورهم وبغاو يتخداو السلو، وكل واحد يعني طريقته في التحضير ديال السلو. بالنسبه لي انايا تنسقمو بزنجلان واللوز، ما تيعجبنيش فيه الكاوكاو صراحه. هنا كاينه 2 كيلو لوز، انا صراحه الوالده اللي تقدات هذا العام قالت لي بلا ما تقداي ليه، هي اللي تقدات السلو. عندنا 4 القرفة مطحونة، قرفة بلدية مطحونة، 4 ديال النافع البستاري. دابا هذا تنشريه الوالدة، تنشريوه بالزايد لحقاش تنحتاجوه للفتقاس وداك الشيء تيبقى لينا، راكم عارفين دابا رمضان جاي العيد. النافع البلدي، 4 النافع البلدي، 50 غرام القرفة عواد، تنحتاجوها غير الطويجن وداكشي، اما هادي هي اللي غنستعملو للسفو. جوج كيلو زنجلان بلدي، هذا راه ديجا نيت راه غسلتو ديك النهار ونقيناه، نشوف ونقيناه. هذا 1/2 كيلو لوز بوحدو على حساب لا بغينا نديرو شي شويش البريوات. وهنا زعفران حار والمسكة حرة، درنا غرام زعفران الحر ومسكة حرة وجوج ديال الكوزات، ولاني غالبا غنديرو فيها غير وحدة الكوزة، قلنا غير شويه ديال السكر كلاصي. حنا ما تنديروش فيها صراحه السكر كلاصي بزاف، هي واحد ماشي بزاف، وتنخلط الاغلبيه بالعسل، بالعسل وما تنديرش فيها الزبده، تندير فيها الزيت البلديه، ولكن الزيت البلديه اللي تتكون حلوه. انا حقاش صراحه ديما عندي زيت البلديه تيجيبها مونطال حلوه، هي باش تنخلط سلو، ما تنخلطهاش بالزيت الروميه ولا الزبده، لان الزبده في المدون اللي فيهم الميديتي تتغمل الا طالت عندك تدير الرطوبه، ماشي بحال الزيت البلديه اولا الزيت، المهم اي زيت نباتيه تتبقى السلو ديالها تتبقى كروكون، تتبقى فيها ديك التكرميله واخا تبقى عندك حتى العام ما تيطرى لها حتى حاجه بصفه نهائيه. وصافي، والطحين تنحمروه عند في الفران، ما تنحمروش صراحه في الدار، ولكن اللي بغى يحمرو في الدار تتحمريه من الاحسن تيتحمر في الكوكوط ماشي في الفران، من الاحسن احسن تحميره ديال الطحين انه يتحمر في الكوكوط، وما نديروش كميه كبيره، نديرو زليفه بزليفه ونبقاو نحركوها حتى تيولي اللون ذهبي، وتنهزو غير شي شويه باش نجربو، نهزو شي شويه بالمعلقه ونزيدو عليه واحد النقيطه د الزويته باش نشوفو اللون اللي بغينا نحصلو، واش وصلنا للدرجه ديال اللون اللي بغينا اللي حنا باغينو. هو هادشي اللي نقدر نقول لكم على السفوف. شنو هي من الاحسن ما يدارش فيه كاوكاو، الكاوكاو هي الكاوكاو غنديرو في البريوات، نستغلوه في البريوات ولا فشي، المهم ولا نقليو ناكلو هكاك من الاحسن، لان تيعطي واحد لوغو مختلف في السلو، راه سبحان الله ملي تديريه في باللوز والزنجان ماشي بحال اللي تديريه بالكاوكاو، وكاين بعض المناطق تيديرو فيه حتى زريعه الكتان، زريعه الكتان حتى هي شويه مقيته، كتلاتها هي شي شويه ماشي، واصلا ماشي صحيه انها تطحن كامله وتخلط مع سلو، لا ماشي صحيه، وحتى لوغو تيجي مختلف، ولكن سبحان الله الاذواق تختلف، ولكن المهم هي يعني بالانتباه وصافي. اشنو اخر بالنسبه للوز، اللوز صراحه دابا علاش هذا بحال دابا كيلو ونص،
غنقليه في الفران، ما غنقليش في الزيت، ما تنزولوش القشره، نقشرو ونقليه في الزيت ونديرو معاه، لا كيلو ونص غنقليه في الفران وغيطحن نقشرو، ونص كيلو، نص كيلو هو اللي غنزولو القشره وندهنو بزويته مزيان ونديرو في الفران يتقلى، ما نقليش في الزيت، يعني تنحاولوا ما امكن نتفاداو شي امور اللي تتكون ماشي صحيه، واخا المذاق تيجي مختلف شيئا ما، ولكن نحاولوا ما امكن يكون صحي اكثر. وبالنسبه للناس اللي متوفر عندهم طحين الشعير ممكن يحمروه يديروه بالطحين الشعير، بحال ما عرفتش شنو المقلي، تيقولوا له المقلي، تيتباع المقلي، انا عارفه في المناطق الجنوبيه تيتباع المقلي او الكوفي، يعني طحين الذرة او المقلي، تتخلطي تديري الميلونج ما بين المقلي وهذا الطحين الكوفي وشويه ديال القمح اللي تيتقلى وتيتطحن، حتى هو تيتقلى حبوب ويتطحن ممكن. اما دابا في المدن صراحه ما كاينش داك، انا ما عرفتوش هنا فين تيتباع، يعني غنديرو غير بالطحين عادي وصافي، هادشي اللي كاين. وهذا تقولوا لي زعفران الحار واش تديري في الصفوف، هذا خديته على حساب شباكيه المسكه، تنديرو شويه في الصفوف، تنديرو مسكه حره، تنديرو واحد الطريقه في الصفوف وشويه في العسل ديال الشباكيه. شنو اخر تنتفكر شنو اخر اللي ما قلتش لكم، مازال نجلان تيتغسل يتنقى يتقلى ويتطحن، تنطحنو النص، وغالبا ما يتطحنش مزيان غير يتهرمش، ما يكونش ما يتطحنش، الاغلبيه ما يتطحنش ويتنيل مزيان. وكاين بعض الاخوات اللي تيقول لك تيديوها للطاحونه ما تيديروها خالي من المواد الدهنيه، يعني تيدوها للعطار وتيتطحن، انا ما تنفضلوش هذاك تيجيني واحد ما عرفتش، جربت واحد العام من تما حلفت ما نعاودش نديرو، واخا خليت نص القوام في الدار مهرمش هي هرمشتو، ونص القوام ديتو مع الطحين وطحنو العطار باش يعني ما احتاجيتش له المواد الدهنيه، ولاني منين تتاكليه تيبقى لاصق في لها الفوق بحال اللي تيتطحن بزاف، واخا تزيدي له القوام تيبقى لاصق في لها، انا ما عجبنيش. انا المهم درت ديك التجربه مره واحده وما نكررهاش مره اخرى صراحه، قلت لها من تما خديت قرار ما نكررهاش، غير يتهرمشوا القوام كاملين في الدار وخلاص، راه القرفه ها هي مطحونه مزيان، النوافع حتى هما غيطحنوا مزيان، غنديروا تقريبا قياس جوج معالق كبار في الكيلو، كل كيلو غنديروا له قياس جوج معالق، يعني معلقه النافع البلدي ومعلقه النافع البستاني، هادشي اللي كاين. ايوا المهم ها هي شي حاجه بسيطه من هادشي ديال سلو، وانا غنعطيكم الطريقه ديال الغسيل، طريقتي في الغسيل ديال الزنجلان. ونتمنى الصحه والسلامه وسع رزق في هاد العواشر، يا ربي اللهم بلغنا رمضان، وتنأكد رمضان راه ماشي هو ديال التوجد، ماشي الماكله، رمضان راه ما مديورش الماكله، رمضان مديور للصيام، حنا من دابا وحنا تنوجدوا في الماكله وتنوجدوا باش نستوكيو رمضان، يعني تنسبقوا بحال اللي تيجينا داك الجوع قبل وقته، لا رمضان ما مديورش الماكله، رمضان مديور العباده باش نستافدوا منه صحيا ودينيا بجوج، روحيا وصحيا بجوج نستافدوا منه ونحتسبوا الاجر، يعني وحتى بالنسبه واحد النقطه بغيت نتكلم عليها بالنسبه للاخوات، ديك التماره اللي تنضربوا ما نبقاوش نكرو بزاف، ما نبقاوش نتلفوا من تماره، نحتسبوا الاجر لله، وانه افطار صائم الاجر في سبيل الله، ويعني راه تنديروا واحد الاجر وتنفطروا الصائم، ونستغلوا داك الوقت الوقوف ديالنا في المطبخ في الذكر وفي الاستغفار، ونبعدوا على التلفازه شيئا ما، ماشي شيئا ما، العام كله حنا حدا التلفازه وحدا التليفونات، العام كله حنا شادينهم، ما فيها باس واحد الشهير نقصوا من التلفازه
بعد انا واحد الطريقه تنديرها البلاصه البيت اللي عندنا فيه التلفازه ما ندخلش له باش ما تجينيش ديك التلاهيه ديك الملاهيه وتجهرني ديك المصياطه ديال التلفازه، ما ندخلش له بصفه نهائيه. واحد الشهير ما غيطرناش والو، ومن من هذا الشهر شعبان نوجدوا نفسنا ونوجدوا النفسيه ديالنا لاستقبال شهر رمضان، ونتمنوا من الله يخرج علينا شهر رمضان بهاد القواعد اللي خلينا يخرجوا يلقاونا بعد شادين، ونبعدوا على الغيبه وعلى النميمه في شهر رمضان. ماشي الغيبه هي اللي تكلمت مع شي حد على شي حد اخر، حتى الغيبه بيني وبين نفسي، يعني تنشوف شي امور وتنشوف شي هذه في التلفازه، ايوا شوكي ولا شوكي تعرفتي، وما لقات ما تلبس وما لقات ما دير ما لقات. لا ماشي، نحاولوا نصلحوا بعض الاخطاء. الكمال لله سبحانه وتعالى، الكمال لله سبحانه وتعالى. حنا كنا خطاؤون، كنا خطاؤون، وكنا تنوقعوا في الخطأ من راسي انا هي الاولى، ولكن نعترفوا بالخطأ ونحاولوا نبدلوا شي شويه من الاخطاء اللي تنرتكبوا. هذا الشيء اللي تنحاولوا، مجموعه من النقاط وقراءه القران، قراءه القران اخواني اخواتي، نحاولوا نقراوا القران في سيدنا رمضان وبلا رمضان وبعد رمضان، ونبداو في هاد شعبان باش نتعودوا نفسنا على رمضان وصلاه الصلاه في وقتها. يعني دابا قبل في شعبان نديروا واحد الجدول، نديروا واحد الجدول اسبوعي كيما تنديروا داك جدول الاكل الاسبوعي، نديروا واحد الجدول ديال الروحانيات ديال اللي غنتبعوه، يعني واحد جوج الاحزاب ولا ثلاثه الاحزاب في النهار، يعني خصني نكون كملتهم. بعد الصلاه بحال هكا نديروا حزب بعد كل صلاه، ها هما خمسه الاحزاب في اليوم، ونحاولوا ناكدوا على الصلاه في وقتها، نصليو صلاتنا في وقتها. ومهم شي امور اللي بسيطه، راه ماشي شي امور اللي انا كما تنقولوا الدين هو الحياه، الدين هو معاملتنا في الدنيا، معاملتنا الدين معامله، ماشي قرايه وهضره وداك التخربيق الاخر. لا يعني نحاولوا ما امكن نطبقوا بعض الامور اللي خصها تطبق، ونصلوا الرحيم، نصلوا الارحام ديالنا، ونتسامحوا مع عائلتنا ومع احبابنا ومع اي واحد او صديق. او ماشي عيب الا خطانا نطلبوا المسامحه، او لا بلا ما نخطئوا نكونوا حنا عندنا البادره للمسامحه، نطلبوا السماح ماشي عيب، كيف ما تنقولوا في المغرب اللي غلب يعف. وبصراحة بغيت نهضر في هاد المجموعة النقاط اللي خص الإنسان يدير واحد الوقفة بينه وبين نفسه في هاد شعبان، خصوص هاد ليلة النصف من شعبان، للاستعداد لسيدنا رمضان. ونتمنوا هاد النقاط اللي غنوقفوا عليها ولا اللي غنسطروها في هاد شعبان باش نمشيو عليها في رمضان، نحاولوا ما أمكن واخا يخرج رمضان نبقاو متبعين عليها، نحاولوا ما أمكن، ونحتسبوا الاجر لله في سبيل الله. يعني اي حنا راحنا تنديروا في سبيل الله نعتبروها صدقه، هذا العمل اللي تنديروا النهار واقفين على رجلينا وتنشقاو واقفين في الكوزينه وداك التعب، نحتسبوه اجر، نحتسبوه صدقه في سبيل الله، تنديروه وحنا ناشطين. نفس سبحان الله نفسيا تترتاحي ملي تتحتسبي صدقه، تترتاحي ما تبقيش تفي من داك المجهود اللي تديري. وسمحوا لي طولت عليكم، ونتمنى نكون وصلت ولو فكره بسيطه، وسمحوا لي لان بغيت نهضر صراحه في هذا الموضوع، ومازال فيه ما يتقال، فيه بزاف ما يتقال، ولكن ما بغيتش نطول الفيديو اكثر من هذا القياس. وعواشركم مبروكه، تدخل عليكم بالصحه والسلامه والوسع الرزق ان شاء الله، وبتحقيق جميع الاماني والشفاء لجميع مرضانا. الشفاء نطلبوا من الله، نطلبوا من الله يا ربي حبيبي تشافينا كل مرضانا. ما كاينش شي واحد اللي عنده شي واحد اللي ما عندوش شي حد عزيز عليه مريض، وهزوا معايا الدعاء الله يشافي كل مريض، الله يشافي كل مريض، الله يشافي كل مريض ويشافي مرضانا كامل. يلا السلام عليكم.